هل تواجد كابتن حسني عبد ربه كمدير للكره ساعدك ولا كان وجوده ممكن سبب لك بعض المشاكل بكل صراحه؟ لا هو ما سببليش مشاكل. يعني المشاكل ليه؟ انا اول ما قعدت مع الجهاز الفني والاداري وحسني انا حطيت لكل واحد شغله يعني الجوب بتاعه ايه ومكتوب وزعته عليهم. يعني ما سببلكش اي مشاكل؟ ما انا هقول لك كل واحد اشتغل ايه وكمدرب عام كمدرب مشرف عام كله عارف دوره كويس جدا بس ما كانش فيه تدخلات فنيه خالص. هو كشغل اداري هو مدير فني مع الاداره فوق في حاجات معينه بيخلصها مع الاداره. هو المدير الفني خلاص في حتته بقى مدير فني مع الاداره. يعني مش قصدي مدير فني مدير فني هو يعني هو مدير حتته الحته الاداريه على بقيت انت الرجل الاول فوق يعني مع الاداره بتشتغل خلاص. فكل واحد ليه دور يعني عمله واداه فوق وخلاص مع الاداره. المدرب العام ليه دور عمله ده ليه كل واحد ليه دور اداه بشكل كويس وخلاص. يعني حضرتك متاكد لي ان حسني عبد ربي لم يمثل اي عائق ليك؟ ما كانش عائق ليك بالنسبه في التواجد الفني يعني؟ لا لان ما كانش ليه تدخلات فنيه خالص نهائي. وانا كنت محدد الاختصاصات الفنيه خاصه بالجهاز الفني وهو كناحيه اداريه واشتغلها. حتى ما حاولش ودي حقيقه يعني ما حاولش ان هو يتدخل في امور فنيه معايا يعني. وده مهم لان في ناس كانت قالت زي ما حضرتك عارف ان حسني بيحاول ان هو يتدخل فكان مهم لا يتدخل فنيا؟ لا ان هو حاول ان هو يتدخل او كان في تدخلات. حضرتك بتاكد تدخلات فنيه؟ لا اطلاقا الكلام ده ما حصلش. لا قولا فصلا صحيح لا تدخل في تشكيل ولا في قائمه ولا في تغيير ولا في اي حاجه خالص. صحيح وده كلام ده وانا كنت محدد مهام المدير الكوره كاداريا كماليا كاعلاميا كفنيا. حتى لو في امور لو هو عايز يتكلم فيه فنيا كان ممكن يتكلم مع كابتن قناوي مع كابتن حمص مع كابتن ايمن كمالي يتكلم معاهم. انا ما اقدرش كمدير كوره اقول له ما تتكلمش في الكوره او ما تتكلمش ايه. هو طبيعي لما يكون في مدير كوره عنده فوتبول باك جراوند بس خلاص يتكلم في الكوره. حتى لو كنت سامح ان هو يتكلم فنيا مع المدربين ويتكلم معاهم فنيا وهم ينقلوا الصوره بس. صحيح انما هل هو كان بيتدخل في تشكيل او ده يلعب؟ لا اطلاقا. صحيح. على الاطلاق يعني قولا فصلا وهذه حقيقه يعني. صحيح. كراجل بقى انت بنقول ان كابتن حمزه الجمل وكل نجوم الدراويش في النهايه انتم كلكم مشجعين للاسماعيلي. نعم. سواء كنت داخل النادي او خارج النادي انت مشجع للاسماعيلي.